ازاي بنقيم نزول الوزن؟ اهم حاجه كل واحد بيبقى عنده وزن زايد، ممكن يبقى 50 ممكن يبقى 100 كيلو، كل واحد مختلف على حسب طوله. فنجاح العمليه عند بنوصل اول اكتر من 50% وزن نزول في الوزن الزايد، ده بالنسبه لنا نجاح. بس احنا عاوزين اعلى من كده، يبقى 80%. معانا ساره عامله بيكيني سليم من 10 شهور وخست 100%، يعني كل الوزن زايد راح. احكي لنا تجربتك. انا جيت عملت لما جيت الدكتور تامر عملت بيكيني سليف في شهر 3 وكان وزني 102، ودلوقتي انا وصلت 65، بص يعني وصلت للمثالي. وبصراحة يعني حياتي اتغيرت ازاي؟ انا حياتي اتغيرت كليا، يعني انا اصلا ملامح وشي اتغيرت عن اكتر زمان. حاجة اتغيرت من بس اكتر حاجة اتغيرت في حياتك ايه؟ اكتر حاجة اتغيرت في حياتي ان انا يعني كل نظام اكلي اتغير، و كل العادات اللي كنت بعملها زمان اتغيرت، وفي نفس الوقت كمان كل الناس اصلا بتسالني ان انت اتغيرتي وحلاوتي وبقيتي احسن. فاتوره يا سعد، مبروك مبروك ليكي، الف مبروك، انت جميله.